بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين قناة الورش. قبل أكتر من أسبوع بننزل فيديوهات عن مشاكل وتقدر تحلها من البيت. يعني مثلا في فيديو اتكلمنا عن لو الشحن بتاعي باظ في وقت متأخر وأنا محتاج أشحن الموبايل، وقلنا إن ساعتها أقدر أفصل كابل اليو اس بي اللي هو بتاع الشحن بتاعي وأوصله في الشاشة أو في الرسيفر وأبدأ أشحن الموبايل بتاعي عادي جدا بأمان ومفيش أي مشكلة، وده كان حل طارئ للمشكله بتاعي. كمان اتكلمنا في موضوع تاني بعدها، ازاي اشحن الموبايل بتاعي والكهرباء اصلا مقطوعه والكهرباء اصلا فاصله، وقلنا ساعتها ان انا اقدر استخدم سلك النت اللي هو سلك التليفون الارضي في شحن الموبايل بتاعي بطريقه امنه كمان، واشحن الموبايل بتاعي حتى لو الكهرباء مقطوعه. النهارده برضه هنتكلم في فيديو مهم جدا. الفيديو بتاعنا عنوانه او بيتكلم عن لو انا دلوقتي محتاج للنت وللأسف الترانس اللي بيشغل الراوتر بتاعي بايظ، أو فجأة لقيت الراوتر بتاعي فصل وفي مشكلة ومش راضي يشتغل، وأنا عاوز أشغل الراوتر ضروري دلوقتي ومش متاح لي إن أنا أشتري ترانس في الوقت الحالي ده، أعمل إيه؟ أقفل خلاص كده النت اتقفل؟ لا، أنت عندك إيه؟ لازم ندرس الموضوع كويس الأول عشان نقدر نشوف لي حل. الترانس اللي بيشغل الراوتر بتاعك ده كام؟ واحتمال ندوس التلف بسبب الترانس ده هو 70 لـ 80%. الترانس اللي بيشغل الراوتر بتاعك ده بيكون عبارة عن 12 فولت، 12 فولت تيار مستمر. 12 فولت تيار مستمر يعني ما ينفعش توصله بالكهرباء العادية، عشان الكهرباء العادية بتاعتنا تيار متردد. طيب مش موضوعنا، احنا عاوزين دلوقتي حل للموضوع ده. هندور في البيت على مين اللي بيشتغل على نفس الجهد ده اللي هو 12 فولت تيار مستمر، يعني ليه ترانس وبيشتغل على نفس الجهد. مش هتلاقي عندك غير حاجه واحده بس في البيت بتشتغل على نفس الجهد ده. طبعا الكلام هيبقى بالتجربه دلوقتي اوريك. جهاز الرسيفر الميني اللي هو صغير كل البيوت دلوقتي ما بتخلاش منه، اللي هو بيشتغل مع الشاشه اللي هو الميني اللي بيجي معاه ترانس برضه بيشغل. لو قريت الداتا بتاعت الترانس ده هتلاقي مكتوب عليه برضه الاوت بوت بتاعه او هو بيخرج 12 فولت تيار مستمر. يعني انا لو خدت الشاحن ده او الترانس ده وصلته على الراوتر هتلاقي الراوتر بتاعي رجع يشتغل عادي لحد تاني يوم ما اروح اشتري واحد للراوتر بتاعي. طبعا ده هيكون حل مؤقت لان مش هينفع اسيب الرسيفر بايظ، لكن انا بتكلم في حلول مؤقته. يعني انا حصلت المشكله عاوز احلها دلوقتي، انا مضطر استعمل النت دلوقتي ولازم احلها. هوريكم دلوقتي الفيديو بشكل عملي ازاي استخدم الترانس بتاع الرسيفر بديل للراوتر. ادي يا جماعه الرسيفر بتاعنا، ده الرسيفر بتاعنا اهو، اهو متوصل على الترانس بتاعه اهو. ادي الترانس وادي متوصل على الرسيفر. استنى يا معتز، انا كنت بعدله لك. ماشي. طيب الترانس ده لو قرينا كده نكون الفولت بتاعه هتلاقيه 12 فولت، فده طبعا زيه زي مين؟ زي الترانس بالظبط بتاع زي الترانس بالظبط بتاع مين؟ بتاع الراوتر. طيب اهو ادي الرسيفر اللي هو الميني بالترانس بتاعه. طب ما ممكن حد يقول لي طب ما انت ممكن تكون جايب الترانس ده بتاع الراوتر وهتشغل عليه الرسيفر، قصدي الترانس بتاع الرسيفر اصلا هتشغل عليه وتيجي توصله على الرسيفر هتغير. لا، ما انا هجرب لك الاثنين على نفس الترانس. طبعا انت شايف ده اهو، الحمد لله احنا مش بنعمل خلع خالص في القناه بتاعتنا. ادي الترانس اهو، ادي الترانس والرسيفر، وهناخده دلوقتي نجربه على الكهرباء ونشوف ونتاكد، وهجيب لك الراوتر وبرده هنجربه على الكهرباء ونشوف. ماشي، نروح نجربه بقى. ادي يا جماعه الرسيفر الميني، وادي الترانس بتاعه زي ما هو، انزل لتحت شويه، وادي الترانس بتاعه زي ما هو، وهوصل فيشه بالكهرباء ونلاحظ مع بعض انه اشتغل. ده كده الترانس بتاع مين؟ بتاع الرسيفر ده. هفك دلوقتي الراوتر برضو قدامكم وهنسيب ده زي ما هو اهو، وهنجيب الراوتر بس نوصله على نفس الترانس ده. ادي الراوتر اهو، وادي المشترك بتاعه او الترانس بتاعه. ماشي، وادي الترانس بتاع الرسيفر لسه راكب في الحيط زي ما هو.
اهو لسه اهو راكب زي ما هو. هفك دلوقتي الترانس ده من الراوتر وهركب الترانس بتاع الرسيفر. لاحظ معايا اشتغل، ده معناه ان اقدر ايه اشغل ده مكان ده واشغل ده مكان ده. ادي كده شغال، واللمبه بتاعت من ورا مش عارف هي مش باينه في الفيديو ولا ايه، لكن شغال واللمبه. ممكن نطفي النور عشان يبان. شغال واللمبه من ورا يا جماعه بس مش باينه عشان الاضاءه. ايه كده باينه اكتر. تمام، ممكن دلوقتي افك ده كده واركب الرسيفر. هات الرسيفر يا ممتاز، هات الرسيفر اللي معاكم. امسك ده اهو على نفس السلك، هركب الرسيفر بتاعي برضو. لاحظ معايا هتلاقيه اشتغل دلوقتي. اشتغل، ده معناه ان نفس الترانس ينفع للشاحن، ينفع للرسيفر، وينفع للراوتر. يعني لو ده فصل، الراوتر فصل منك بالليل، تقدر تجيب الترانس بتاع الرسيفر وتوصله على الراوتر وهيشتغل معاك يقضي الغرض لحد الصبح، لحد ما تشتري له واحد. وزي ما شفنا كده احنا حلينا مشكلة الراوتر لما فصل بالليل واحنا محتاجين شاحن ليها او ترانس ليه، مش مضطرين نستنى للصبح. لو عندي في البيت رسيفر ميني زي اللي شفناه ده، اقدر من خلاله اشغل الراوتر بتاعي واكمل شغل على النت لو انا شغال بيه على النت. كمان ممكن تعمل العكس، يعني لو انت مش مهتم بالنت والرسيفر الترانس بتاعه برضه فصل، تقدر تنقل ده مكان ده وتشغل الرسيفر بتاعك. كمان الموضوع مش مرتبط بس بطريقه التشغيل. لو انا مثلا الرسيفر فصل وانا عاوز اتاكد هو العيب في الرسيفر ولا العيب في الراوتر، كنت الاول بروح اشتري الترانس بتاعه واجرب عليه، واذا طلع مش هو اللي بايظ يبقى خسرت ثمنه. لا، دلوقتي تقدر تجيب الترانس بتاع الرسيفر وتجرب عليه، والله طلع هو اللي فيه مشكله يبقى ايه هشتري ترانس، طلع مش هو اللي فيه مشكله يبقى كده انا عندي المشكله في جزء تاني اللي هو الراوتر. وغالبا ما بيكونش فيه مشكله في الراوتر، لان المشكله دايما بتكون في دايره الباور، ودايرة الباور في الرسيفر هي الشاحن اللي انت بتشوفه ده اللي مسؤولة عن توصيل التيار الكهربي. انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. طلب بسيط بس، ادعم القناة باشتراك، فعل زر الجرس، ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو لو عجبك الفيديو، وما تنساش تدعم القنوات اللي بتقدم محتوى هادف. ملناش دعوة بالقنوات اللي مش بتقدم محتوى هادف، هم حرين، هم احرار، كل واحد حر، كل واحد حر كمان يشاهد اللي هو عاوزه. لكن ما تنساش تدعم القنوات اللي بتقدم محتوى هادف، لان ده يعتبر دفع ليهم او يخليهم يكملوا في الطريق ده. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.